شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يوم الاثنين القادم يصادف على ما هو المعروف ذكرى ميلاد 8 أئمة أهل البيت، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نبارك هذه الذكرى لإمام زماننا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ولجميع المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى جميع المؤمنين بالخير والبركة. نبدأ حديثنا عن الإمام بلمحة تاريخية. ولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه في المدينة المنورة في 11 من شهر ذي القعدة سنة 148 هجرية. واستشهد الإمام مسموما مظلوما في مدينة مشهد، هنالك منطقة في مشهد يقال لها سناباد، وهي إلى الآن موجودة. الإمام استشهد في منطقة سناباد في مدينة مشهد بالسم الذي دسه له المأمون في عام 203 للهجرة. الإمام له اسم وله كنية
وله لقب، أما اسمه فهو علي. وفي هذا الاسم يشترك مع ثلاثة من المعصومين الأربعة عشر. هذه ظاهرة الأسماء المشتركة والأسماء المنفردة، تحتاج إلى ملاحظة وتحتاج إلى تحليل وتحتاج إلى دراسة. عندنا من المعصومين الأربعة عشر أربعة منهم يحملون اسم علي، أولهم سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والثاني الإمام علي بن الحسين زين العابدين. والثالث الإمام الثامن علي بن موسى الرضا. والرابع الإمام العاشر علي الهادي صلوات الله عليه. والعجيب أن أربعة من المعصومين يحملون اسم محمد. كان مع كل محمد علي ومع كل علي محمد. أو قبله أو بعده، أولهم خاتم الأنبياء محمد. ومعه علي صلوات الله وسلامه عليه، وثانيهما الإمام محمد الباقر. وثالثهم الإمام محمد الجواد. ورابعهم خاتم الأوصياء المهدي المنتظر. مع كل محمد كان علي، كان معه أو كان قبله أو كان بعده، أربعة يحملون اسم محمد وأربعة يحملون اسم علي. هؤلاء ثمانية. هنالك أربعة من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم يحملون أسماء منفردة. أولا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا سيد الشهداء الإمام الحسين. ثالثاً الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق. رابعاً الإمام السابع موسى بن جعفر. صل على محمد وآل محمد.
ويبقى هنالك معصومان آخران، الإمام الثاني الحسن المجتبى. اللهم صل على محمد وآل محمد. والإمام الحادي عشر الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الظاهرة، ظاهرة الأسماء المشتركة وظاهرة الأسماء المنفردة، تحتاج إلى تحليل. يعني لماذا سمي أربعة من المعصومين باسم علي؟ هل هنالك تشابه بينهم في الأدوار؟ هل كان كل واحد منهم بداية لمرحلة جديدة؟ يعني أمير المؤمنين كان بداية لمرحلة جديدة، وهي مرحلة التقويم. الإمام علي بن الحسين كان بداية لمرحلة جديدة، وهي مرحلة الثورة الثقافية. الإمام الرضا صلوات الله عليه كان بداية لمرحلة جديدة، وهي مرحلة المعارضة من داخل النظام لا من خارج النظام. الإمام علي الهادي كان بداية لمرحلة جديدة، وهي مرحلة التمهيد للغيبة. هل كان هذا هو العامل في هذا الاشتراك، أو يوجد هنالك عامل آخر؟ هذا المطلب يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى دراسة. ولكن لا شك، كما أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان بداية لمرحلة جديدة، الإمام الرضا صلوات الله عليه كان بداية لمرحلة جديدة. هذه نبذة عن اسم الإمام. مضافا إلى الاسم للإمام كنية، وهذه الكنية هي أبو الحسن، وله كنى أخرى أيضا. ومضافا إلى الكنية له لقب، وأشهر ألقابه الرضا صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نسترسل في بقية جوانب حياة الإمام بالمقدار الميسور، لا بأس أن نتوقف عند هذه النقطة. وهذه النقطة هي أن الأسماء على أربعة أنواع، وهذه يبدو كانت مشكلة قديمة، مشكلة الأسماء، وإلى هذا اليوم مع الأسف هذه الظاهرة موجودة. واحد عندما يقرأ في الصحف في صفحة الوفيات مثلا يشوف أسماء عجيبة بعد 1400 عام جاء الإسلام، وأكد على قضية الاهتمام بالأسماء، وجعل من حقوق الأولاد على آبائهم أن يختاروا لهم أسماء طيبة. ولكن واحد يشوف مع الأسف في المجتمع
أسماء لا يرضاها الإسلام، ألقاب غير محبذة في الإسلام، كنى غير محبذة في الإسلام. الأسماء على أربعة أنواع. النوع الأول أسماء توحي بالقيم المضادة، هذا النوع من الأسماء مو محبوب من الناحية الشرعية. النبي صلى الله عليه وآله نهى قبيل وفاته أو أراد أن ينهى عن أسماء، لعل مو من المناسب أن نذكر هذه الأسماء في مجمع عام، ولكن مثلا هذا اسم من الأسماء المتداولة ومنهي عن هذا الاسم شرعا، مثل اسم ظالم. شنو معنى هذا الاسم؟ واحد يسمي ابنه ظالم، الظالم يعني من يصدر منه الظلم، من يتلبس بالظلم. شنو معنى هذا الاسم؟ هذا الطفل المسكين يحمل هذا الاسم، اسم ظالم، طول حياته. كم يوجد في هذا الاسم من الإيحاء السيء؟ واحد عندما يشوف اسمه صادق مثلا، عندما يريد يكذب يخجل على الأقل من اسمه. أنا أبويا سماني صادق، المجتمع يقول لي صادق، كيف أكذب؟ هذا إلى إيحاء، هذا مؤثر. أما واحد طول عمره يحمل اسم ظالم، هذا دائما يوحي بإيحاء مضاد. يشعر الإنسان بالألم، يمكن واحد يغفل فترة ولكن بعدين يفكر أنه شنو هذا الاسم، شنو هذا اللقب غير المحبذ الذي تحمله هذه العائلة. أكو عوائل يحملون ألقاب غير محبذة. النبي صلى الله عليه وآله كان يغير الأسماء، هذا في الرواية موجود، راجعوا كتاب الآداب والسنن، كان يغير الأسماء القبيحة من الأفراد ومن البلدان. حتى المدينة النبي صلى الله عليه وآله على ما ببالي غير اسمها، كان اسمها يثرب فحولها إلى طيبة على ما أتذكر أو طيبة. فالنوع الأول الأسماء والألقاب التي توحي بقيم مضادة، وهنالك أسماء مذكورة مع الأسف متداولة عندنا، ما أذكرها، راجعوها في الكتب في كتاب الآداب والسنن. واحد يغير، إحنا في حياتنا شفنا أفراد كثيرين كان عندهم أسماء غير محبذة، غيروا هذه الأسماء، ربما إلى فترة المجتمع ما يتقبل، بعدين يتحول إلى أمر واقع. الإنسان يحول الأشياء إلى أمر واقع. أنا عندما أسمي اسمي باسم معين وأصر على ذلك الاسم وما أرضى واحد يناديني بغير ذلك الاسم، شيئا فشيئا هذا الاسم يتحول إلى واقع قائم. الواقع القائم كيف يصنع؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني الأسماء التي لا ترتبط لا بالقيم ولا بالقيم المضادة. أكو أسماء حيادية
لا توحي بشيء، لا أمثل أيضا، ماكو داعي للتمثيل في مجمع عام. هذه أيضا غير محبذة من الناحية الشرعية، هذا النوع الثاني. النوع الثالث، هنالك أسماء ترتبط بقيم أخلاقية، بقيم دينية، بقيم اجتماعية، ولكن هذه الأسماء ارتبطت بأفراد أو بحوادث تاريخية. هؤلاء الأفراد كانوا أفراداً سيئين، هذه الحوادث التاريخية كانت حوادث تاريخية سيئة، وهذا الارتباط ألقى بظلال سيئة على هذه الأسماء. الاسم في حد ذاته ما في إشكال، ربما يكون اسما طيبا، ولكن ارتباطه برموز تاريخية سيئة أو بأحداث سيئة جعل هذا الاسم يأخذ ظلال أولئك الأفراد أو ظلال تلك الأحداث. هذا الاسم أيضا مرفوض من الناحية الشرعية، غير محبذ من الناحية الشرعية. هنا أكو نقطة جيد نشير إليها، أكو أفراد يقولون أنه ليش مثلا إفلان واحد من أولاد الأئمة كان اسمه كذا؟ الجواب أنه هنالك أسماء لا تتلون بلون معين في فترة تاريخية معينة، ما تأخذ لون، فماكو مانع واحد يسمي بذلك الاسم، ولكن بمرور الأيام أو لحوادث معينة تأخذ لون فيصبح الاسم مبغوضا. ربما الاسم في حد ذاته مو مبغوض، ولكن بمرور الأيام أو لحادثة معينة يتخذ لون معين فيصبح اسما مبغوضا. هذا موجود حتى في حياتنا الاجتماعية. صدام شنو معناته؟ صدام من الناحية اللغوية معناه الذي يدفع الآخرين بجزء من بدنه، هذا معناته. يعني إذا أنتوا واقفين ويا واحد فدفعتوا بكتفكم هالشكل، ذبيتوا في البحر، هذا يقال صدمه. اللي يفعل هذا العمل كثيرا يقال له صدام، وهذا اسم من الأسماء. ولكن الآن إذا واحد يسمي اسم ابنه صدام مثلا، يقولون ليش تسمي اسم ابنك باسم هذا الطاغي؟ هذا الاسم أخذ لون معين، وإلا هو اسم عام وإن كان مو محبذ في حد ذاته. فأكو هنالك أسماء تأخذ ألوان معينة، إذا أخذت ذلك اللون المعين تعود مبغوضة مو محبوبة. والنوع الرابع، الأسماء التي ترتبط بقيم دينية أخلاقية اجتماعية أو ترتبط برموز تاريخية مقدسة، وما أخذت لونا سيئا. إحنا ينبغي أن نؤكد على هذه الأسماء وعلى هذه الألقاب وعلى هذه الكنى. هذا من الناحية الشرعية مستحب، وإن كان متروك عندنا. عندما يولد لكم طفل بالإضافة إلى تسميته يستحب لكم أن تكنوه كنية، هذا نوع من التكريم، نوع من الاحترام لهذا الطفل. طفل عمره 10 سنوات تسميه أبو علي مثلا، هذا يشعر بحالة من التكريم، بحالة من الاحترام،
هذا كان متداول، الطفل يخلوا له اسم ويخلوا له كنية مثل أبو علي ويخلوا له اللقب، اللقب يعني ما أشعر بالمادح في مقامنا هذا. الإمام اسمه علي، علي من العلو، لاحظوا هذا الإيقاع، هذا الإيحاء، هذه الظلال. هذا أفضل لو واحد يسمي ابنه باسم ظالم أو باسم حرب أو باسم حكم أو بالأسماء الأخرى التي لا أذكرها، أفضل. كنيته أبو الحسن، الإمام الكاظم هو الذي سماه، قال لعلي بن يقطين: هذا سيد أولادي، يعني الإمام الرضا، وقد نحلته كنيتي، لأن كنية الإمام الكاظم شنو؟ أبو الحسن. الإمام نحل كنيته لابنه الرضا، وقد نحلته كنيتي. ولذلك إذا تراجعون كتب التاريخ عندنا ثلاثة أبو الحسن: الإمام الكاظم، أبو الحسن، الإمام الرضا، أبو الحسن، الإمام الهادي، أبو الحسن صلوات الله عليهم أجمعين. إذا في كتب الروايات وردت كلمة أبو الحسن، إذا قيل أبو الحسن فقط يعني الإمام الكاظم، إذا قيل أبو الحسن الأول أيضا يعني الإمام الكاظم، أبو الحسن، أبو الحسن الأول يعني الإمام الكاظم، أبو الحسن الثاني يعني الإمام الرضا، أبو الحسن الثالث يعني الإمام الهادي في كتب الأحاديث. الإمام الرضا صلوات الله عليه كنى ولده الجواد، وفي ذاك الوقت الإمام الجواد كان صغير العمر، كناه بأبي جعفر. كان الإمام الرضا يقول: كتب إلي أبو جعفر، أو كتبت إلى أبي جعفر، يعني الإمام الجواد صلوات الله عليه أجمعين. فاسم علي، كنية أبو الحسن، لقب الرضا يعني من رضي عنه الله، من رضي عنه النبي صلى الله عليه وآله، من رضي عنه الأئمة، من رضي عنه المجتمع. هذه التعليلات مذكورة في الروايات. أم الإمام الرضا اسمها تكتم، هذا اسم مهجور عندنا، تكتم كما يبدو بمعنى المرأة الشريفة، المرأة العفيفة، هذه أسماؤهم، هذه ألقابهم، هذه كناه. ننتقل إلى فصل ثاني في هذا الحديث، وهو أن من جملة ألقاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام الرؤوف. لذلك في الزيارة نقرأ: السلام عليك أيها الإمام الرؤوف. هذه رأفتهم فرع من رأفة الله سبحانه وتعالى، مشتقة من رأفة الله. الإمام الرضا صلوات الله عليه يكتب وهو في مدينة خراسان، يكتب إلى ولده الجواد صلوات الله عليه وهو في المدينة المنورة، يكتب له: فداك أبوك. أما بعد البسملة والسلام مثلا وما أشبه، فإذا أردت أن تخرج
فلا تخرج إلا من الباب الكبير، ولا تركب إلا وأنت تحمل معك الأموال. لا يسألك سائل شيئا إلا أعطيته. يبدو أن باب بيت الإمام كان فيه بابان، باب صغير يمكن باب جانبي خلفي وباب كبير. يقول للإمام أخرج من هذا الباب، وأي واحد يأتي ويسألك فأعطه. لا يسألك أحد من أعمامك شيئا، إذا سألك أحد من أعمامك فلا تعطه أقل من 50 دينارا، دينار ذهب يعني 50 مثقال ذهب. ولا يسألك أحد من عماتك، إذا سألتك إحدى عماتك فلا تعطها أقل من 50 دينارا ولك المزيد. تريد أكثر تطي اطي، ولكن أقل من 50 دينار لا تعطي، لا لواحد من أعمامك ولا لواحدة من عماتك. وإذا سألك أحد من قريش فلا تعطه أقل من 25 دينارا ولك المزيد. الإمام في خراسان مشغول مبتلى، ولكن حتى هذه النقطة الدقيقة يكتبها إلى المدينة، إلى ولده الإمام الجواد، أنه لا يكون واحد سائل يأتي إلى باب البيت وأنت لا تطلع من هذا الباب، تطلع من الباب الثاني. هذا يقعد 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 ويرجع وهو خائف، لا يكون هالشكل. أو إذا طلعت من الباب الكبير، إذا واحد سألك لا ترده، أعطه وأعطه مقدارا جيدا أيضا. هذا مظهر من مظاهر رأفة الإمام في حياته صلوات الله وسلامه عليه. وأما رأفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد شهادته، دليله هذه الملايين اللي تذهب إلى مشهد، الملايين الذين يذهبون إلى مشهد، الذين يزورون الإمام الرضا صلوات الله عليه حتى في الشتاء القارس. أحيانا واحد يذهب إلى مشهد في شتاء قارس، الثلوج تملأ الطرقات، واحد يشوف ما يتمكن يوصل للضريح. هؤلاء رأوا شيئا، شاهدوا شيئا، سمعوا بأشياء وجاءوا بهذا الأمل. ألوف الحاجات التي تقضى بالتوسل بالإمام، ببركة الإمام، بعناية الإمام صلوات الله عليه. إذا واحد يتمكن في هذا الميلاد يذهب إلى الإمام الرضا. الناس قديما بعضهم كانوا يرحون مشي إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه في الطرق القديمة. ذاكرين في أحوال الشاه عباس أنه خرج من إصفهان ماشيا، وذهب من إصفهان إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه. كثير من الناس كانوا يذهبون من قوم، من طهران، من أماكن أخرى مشيا إلى الإمام الرضا. الآن ما بيمؤون، واحد يركب الطائرة ساعتين أقل أكثر ويصل إلى مشهد.
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: ستدفن بضعة مني في أرض طوس ما زارها مكروب إلا وفرج الله كربا. كل واحد عنده كار، كل واحد عنده حاجة، أكو واحد ما عنده حاجة، احنا عندنا حاجات دنيوية، عندنا حاجات أخروية، عندنا حاجات شخصية، عندنا حاجات اجتماعية. واحد يروح لا مش في ميلاد الإمام، قبل ميلاد الإمام، بعد ميلاد الإمام، ما زارها مكروب إلا وفرج الله كربه. الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه عنده كتاب، هذا الكتاب عنوانه سر دلبران، يذكر في هذا الكتاب قضايا كثيرة من عناية الإمام الرضا بزواره، من المعجزات التي هو شاهدها من الإمام الرضا صلوات الله عليه كثيرة وبعضها طويلة، أذكر واحدة منها على نحو الاختصار من عناية الإمام. والشيخ مرتضى الحائري رجل معروف بعلمه بزهده بتقواه، الطلبة الذين في قوم يعرفونه، رجل عجيب كان خارق للعادة. يذكر بسنده في هذا الكتاب، يقول: رجل من مصر أجبرته الظروف على أن يهاجر إلى إيران، هاي القضية قبل حوالي 30 عام، أجبرته الظروف، وهو رجل لم يكن شيعيا، لا، كان من المذاهب الأخرى، اضطر أن يهاجر من مصر إلى إيران، فجاء إلى مشهد وبقي في مشهد، في مشهد بلاد غربة، واحد ما يعرفه، رجل غريب في هذا البلد، فكان يمشي حياته بصعوبة في ذلك البلد. يقول في يوم من الأيام وهو رجل مخالف، إذا كان هذا حال المخالفين فكيف بالمؤالفين، فكيف بالمعتقدين؟ يقول في يوم من الأيام، يقول هذا الرجل كنت قاعد على المائدة في شهر رمضان وقت الإفطار، وماكو على مائدة إفطاري إلا خبز وفاكهة فقط، ماكو شيء، لأنه كان يعيش ضغط، وإذا بالباب تطرق ويدخل رجلان، أحدهما رئيس جامعة مشهد، يذكره، يدخلان يرحب بهما، يقول تفضلوا، يقول نحن رئيس جامعة مشهد قبل 30 عام تقريبا، يقول أنا كنت نائم فرأيت الإمام الرضا في حالة المنام صلوات الله وسلامه عليه، وقال لي: هذا الرجل ضيفنا، لماذا لا تعتنون بضيفنا؟ هذا وإن كان مخالف لكنه حل بساحتنا، ليش متعتنون بي؟ ليش هكذا تاركي؟ يقول: قلت له هذا المنام، ودعوته هذا الرجل المخالف لأن يأتي إلى جامعة مشهد ويصبح أستاذا في جامعة مشهد، لأنه كان كفء من الناحية العلمية. وهذه القضية وقضايا أخرى كانت سببا في تشيع هذا العالم المصري. الشيخ الحائري يقول: وهو الآن أستاذ في جامعة طهران، يعني في ذلك الوقت. هذا ضيفنا، إذا كانوا هكذا يهتمون بالآخرين بالمخالفين فكيف بالمؤالفين؟
نحن يجب أن لا نفوت هذه الفرص ونحاول أن نتزود من هذا المعين. ونختم كلامنا بمسألة شرعية: الأفراد الذين يسافرون إلى مشهد أو غير مشهد وينوون الإقامة 10 أيام، كثيرا ما يبنون من بداية إقامتهم، من بداية نيتهم، أن يخرجوا إلى بعض الأطراف اللي هي مسافة شرعية، يعني 44 كيلومتر تقريبا، 22 ذهاب 22 إياب. من البداية يريد يروح خلال الأيام 10، اليوم 5، اليوم 2، يروح إلى الأطراف ويعود ويظن أن هذا لا يخل بنية الإقامة. هذا مو صحيح. إذا واحد نوى أن يقيم في بلد 10 أيام ونوى خلال هذه 10 يروح إلى مسافة شرعية ولو ساعة واحدة، هذه النية تخل بالإقامة، يعني هذا ما يعتبر مقيم. إذا واحد يريد يبقى في طهران 10 أيام مثلا وناوي خلال هذه 10 يروح من الصبح للظهر إلى قم ويعود، هذا يعتبر مقيم في طهران؟ لا، هذا مو مقيم. الإقامة يعني أن يبقى في المدينة 10 أيام متوالية بدون أن يخرج إلى المسافة الشرعية. فإذا ناوي أن يخرج إلى المسافة الشرعية هذا مو مقيم، وصلاته تكون قصرا. إذا عاد من قم إلى طهران بعد ما عاد ينوي إقامة 10 أيام متوالية، إذا ناوي فصلاته تمام، إذا مو ناوي فصلاته قصر، ولو بقي على هذا المنهج 40 يوم في طهران، يعني ناوي كل 5 أيام يروح إلى قوم ويعود إلى طهران، بعد 5 أيام يروح إلى قوم ويعود إلى طهران، صلاته في هذه الحالة تكون قصرا خلال هذه المدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين هذه الذكرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي